طلاب الاعزاء، طلاب المقرر MNF421 جيني بروسيس. النهارده ان شاء الله بنتكلم على نوع من انواع الوصلات، وهي الوصلات بتاعت الريفت. استكمالا للمحاضره السابقه، اول حاجه التوبكس اللي هنتكلم عليها، هنتكلم على الريفت والميست اوف ريفت والتايب ريفت هيد، كذلك هنتكلم على التايب ريفت جوينت، وبعد كده attempts used rivet joint والفيلير في الريفت. كمان بنتكلم على الافشنسي. اول حاجه عايزين نتكلم ايه هو الريفت. الريفت ده بيتكون من الهيد والشنك والتل، اي ان اي عمليه وصل بالبرشام لابد من وجود جزئين من المعدن، وبيتم عمليه دريلينج للمعدن ده. ولما هيتم عملية الدريلينج يبقى عندي فيرست وسكند ماتيريال، يعني لوح أمامي ولوح خلفي. وبعد ما أعمل عملية التاب هحط المسمار، يتم وضع المسمار البرشام، وعن طريق الضغط أو الطرق بيتم تشكيل رأس المسمار. قطر المسمار المفترض إن هو يكون أقل من قطر الطوق، ولكن بعد اجراء عمليه الضغط عليه والطرق المفترض ان يكون اللي يحصل يحصل ان الديامتر بتاع الدريلنج هيساوي نفس الديامتر بتاع المسمار. ادي اللي احنا بنتكلم فيه، ادي المسمار بتاعي الميثود اوف ريفت، ادي المسمار وده الديامتر بتاعي. الديامتر بتاعي دوت المفترض ان هنا القطر اقل من قطر المسمار، في حين بعد اجراء عمليه الطرق بيبقى هنا قطر المسمار يساوي لقطر مين؟ الديامتر. زي ما احنا شايفين ادي المسمار بتاعي، وادي بعمل دريلنج، وبيتم وضع المسمار، وعن طريق الضغط والطرق بيكون قطر المسمار يساوي قطر مين؟ قطر الديامتر اللي معمول له دريلنج، يبقى قطر المسمار بيساوي قطر الثقب. لكن قبل عمليه الطرق بيكون قطر المسمار البرشام، قبل عملية البرشام أقل من الثقب، ويكون بعد عملية الطرق الاثنين متساويين، ودي نقطة غاية في الأهمية. Rivets are strong, lightweight fasteners. Here's how a pop A rivet has a shank and a mandrel. The rivet is inserted in a hole drilled through two materials. A rivet. types of rivet head زي ما احنا حضراتكم شايفين كده، بنتكلم على انواع محدده زي الفلات سانك وسناب هيد والبان هيد. هنشوف الانواع دي بالتفصيل. لو احنا جينا بصينا هنا على اول نوع من انواع الريفت، وده اشهرهم اللي هو السناب هيد ريفت، وده شكل الهيد بتاعه. طبعا احنا كنا اتكلمنا وقلنا ان لابد من وجود تو بليت، والتو بليت دولت هيحصل فيهم دريلنج، وهيتم وضع المسمار الريفت، وعن طريق الطرق هنبدا نشكل راس المسمار، وبالتالي قطر الديامتر بتاع الدريلنج هيساوي قطر الديامتر للمسمار. يبقى اول نوع هو السناب هيد ريفت. تاني نوع عندنا اللي بنسميه البان هيد ريفت، بيكون بالشكل ده، وده شكل الفلات كانت سانك، وفي منه راوند، وفي منه فلات، وفي بعد كده الراوند سانك ريفت. دي الانواع، ودي اشهر الانواع الموجوده والمستخدمه في عمليه الريفت. الريفت كود نمبر سيستم، وده زي الانظمه اللي احنا عارفينها اللي هو الاس اي اي، وعندنا الاستم، وعندنا الانسي، وعندنا الدن، وعندنا دي المصطلحات او الاستاندر الخاص بيها، زي مثلا اي ان دي الاير فورس نيفي ديزاين، والاستم اللي هو الامريكان سوسايتي فور تيستنج اند ماتيريال. ده السيستم اللي بيخضع بيه المواصفات الخاصه بالريفت. الابلكيشن اللي بستخدم فيها الريفت في التنكات زي ما حضراتكم شايفين، وكمان بستخدمه في البويلر، وفي اكتر التطبيقات، وكمان زي الكباري سكه حديد الستيل استراكشر بستخدم فيه مسامير الريفت. بعد كده بنتكلم على التايبس اوف ريفت. عندي نوعين اتنين في تايبس اوف ريفت، ما يسمى باللاب جوينت اللي هي بيسموها وصله تركبيه،
والنوع الثاني اللي هو البات جوين وبيسموه الوصله التناكبيه. وعايزين نعرف معنى المسمى ده، بنقول ان اللاب بيتم تسميته هذا الاسم لان اللوح العلوي بيتم تركيبه على اللوح السفلي اللي زي ما حضراتكم شايفين، وبيتم عمل الريفت. بينقسم بقى الريفت لايه؟ اول حاجه عايزين نتكلم فيها هنتكلم اما يكون سنجل واما يكون دبل. يبقى في منه الوصله اللاب جوينت والبات جوينت بيكون اما سنجل ريفت او دبل ريفت. او دبل ريفت معنى سنجل يبقى صف واحد من مسامير البرشام، دبل ريفت يبقى صفين اتنين من مسامير البرشام اللي عندي. اول حاجه في اللاب ريفت عندي سنجل ريفت زي ما احنا قلنا يبقى صف واحد، الدبل بيبقى اتنين. اذا كان المحور ما بين كل ثقب وكل مسمار والاخر على استقامه واحده بنسميه دبل، اذا كان حصل اختلاف في المحور ما بين المسامير البرشام بنسميه زجزاج، يبقى دبل ريفت لاب جوينت لكن زجزاج. يبقى هنا يوجد وصله هتحتوي على ثلاث صفوف هتسمى شان. اما الصف او اللاب جوينت اللي هو الزجزاج بيكون افضل لانه بيتم عمل الثقوب بتضعف البنية المعدن، وبالتالي كل ما اعمل ثقب في الماتيريال بضعف في المعدن. في الزجزاج الثقوب مش على استقامه واحده وبالتالي ما بتضعفش المعدن مقارنه بالدبل. طيب يبقى هنا لازم نلاحظ ان الدبل فيه صفين، وبنلاحظ ان السنتر بتاع الصف الاول على استقامه الصف الثاني، ولو حدث اي انحراف يبقى هيبقى اسمه زجزاج. وخلي بالك ان الزجزاج افضل، ليه؟ لان الثقوب دي بتضعف الماده، بتضعف المعدن، وبالتالي كل ما تكون عدد الثقوب اقل كل ما يكون افضل بالنسبه للزجزاج. ده اسمه اللاب جوينت. النوع الثاني اللي احنا بنقول عليه شان ريفت والزجزاج زي ما حضراتكم شايفين بالنسبه للاب جوينت هو عباره عن بقى؟ ثلاث صفوف. يبقى هنا في نوع كمان قلنا سنجل ودبل، في عندي ثلاث صفوف وبنسميها شان ريفت. النوع الثاني بقى بنتكلم عنه اللي هو البات جوينت، وقلنا البات جوينت اللي هي الوصله التناكبيه. يعني ايه وصله تناكبيه؟ يعني في الحاله دي قوره في قوره، وبالتالي زي ما هقول لحضراتكم كده بالظبط احنا بنتكلم عليه ان هو قوره في قوره، وبالتالي عشان اعمل عمليه الوصل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، وادي الثاني اهو، اللوح الثاني عندي اهو، وبالتالي عشان دي منطقه الوصل عشان ابدا انفذها لابد اجيب طرف ثالث، لوح من اعلى ولوح من اسفل عشان اعمل عمليه التثبيت، وبالتالي عشان كده بنسميها بات ريفت اللي هو الوصله التناكبيه. ليه بقى سميناها؟ لان اللوح العلوي بيتركب على اللوح السفلي، سوري، لان بيتم عمل البرشام عن طريق اضافه لوح زي ما احنا قلنا اخر للجزء الامامي لاعلى والجزء الخلفي لاسفل، يعني من فوق ومن تحت، او ممكن يكون من الجهتين. يعني انا ممكن اضيف من اعلى وممكن اضيف من اسفل وممكن اضيف من من الجهتين، ولا بد من وجود صف خاص عملية الريفل. يبقى هنا نيجي نبص كده هلاقي هنا اول حاجه سنجل ريفل دبل ستريب بات جوينت. يعني ادي ده الجزء ده والجزء ده هو المعدن المراد عمليه الوصل. بحط هنا بقى الستريب اعلى لوح اعلى ولوح اسفل واعمل عنده الريفت. يبقى هنا ده بياخد مسمار وده بياخد مسمار، يبقى انا ما بعملش في الحاله في البات جوينت بعمل ما اعملش سنجل، بعمل دبل. معنى كلمه دبل ان هم صفين بعد تشين، يبقى هم ثلاث صفوف او اربع صفوف، وطبعا بيبقى موجود فيه ستريب. الستريب ده ليه؟ عشان دي واصله بات جوينت. وفي النوع الثالث اللي هو النوع الزجزاج. الترم يوزد ريفت هنتكلم على ما يسمى البيتش الخطوه، وكمان هنتكلم على ان انا عندي ان الديامتر بتاع قدر الدريلنج اللي هيبقى ركب فيه المسمار بنسميه دي، واقول ان البي ناقص الدي الخطوه
ناقص الداينتر هو بيساوي كله ايه البي كابيتال اللي هو بأثر عليها بمين؟ باللود اللي هو بدل ما بنسميه اف بنسميه مين؟ بي اللي هو الاجهاد بتاع الشد اللي احنا هناخده دلوقتي حالا. اول حاجة عشان نتكلم على الفرق اللي بيحصل في الريفت جوينت، ادي شكل الريفت اللي قدامنا، وعن طريق الشد ادي ادي الشكل بتاعنا ادي اهو. لو احنا قلنا كده وادي الجزء التاني وحضرتك شديت في الاتجاه ده وهتشد في الاتجاه ده زي ما حضراتكم شايفين، هيتولد عليه فيلير. الفيلير ده جزء منه على البليت ده وجزء منه على البليت ده، بيؤثر فين؟ في منطقه الدريلنج اللي عامل عندها عمليه الكلامبنج وعامل عمليه الدريلنج. ازاي بقى بيأثر؟ يبقى هنا بنتكلم على الشير وبنتكلم على التنسايل والكراش، دولت اللي بيأثروا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، بيأثر نتيجة الإجهاد بيأثر فين؟ على وصلة الريفت زي ما حضراتكم شايفين كده. أول حاجة آدي البليت بتاعي وآدي القوة المؤثرة اللي هي قوة بي أو الإف، بتؤثر على البيتش اللي هي المسافة ما بين تو ريفت، ده بيسميه إيه بقى؟ بنسميه تيرنج فيلير أوف بليت. بنتكلم على الريفت او الفيلير في الريفت جوينت زي ما احنا شايفين، ادي القوه بي بتؤثر على تو ريفت والمسافه ما بينهم هو البيتش، وبنقول اول حاجه البيتش البي سمول هي البيتش اوف ريفت، الدي هو الديامتر اوف ريفت هول، التي هو السكنس اوف ذا بليت. بعد كده بنتكلم على سيجما دي، سيجما تي هي بيرميسبل تنسايل ستريس، البي تي تيرنج ريزيستنت ريكوايرد تيرنج، الاي الاريا بير بيتش لينس. انا عندي دلوقتي لو حضراتكم شايفين بنقول ان اي حاجه في الدنيا الاجهاد هيساوي قوه على مساحه، والمساحه هنا المساحه هنا عباره عن ايه؟ عباره عن البي ناقص الدي مضروبه في السكنس. يبقى هنا المساحة عبارة عن البي ناقص دي في تي. لو انا عندي اي عينة زي ما حضراتكم فاكرين كده وبأثر عليها هنا بقوة وهنا بقوة، يبقى هنا ده الاجهاد اللي احنا ايه بنحسبه. طب لو انا عندي دلوقتي جزء من معدن وهعمل فيه ثقب اهو، التقب ده بيضعف التقب اهو، ده بيضعف مين؟ بيضعف التقب ده بيضعف المعدن، انا اسف بس الجزء ده هيضعف المعدن. الجزء ده هيضعف المعدن بتاعنا، وفي التالي الجزء ده لما ضعف المعدن أصبح المساحة قلت بوجود الدريلينج ده، وأقدر أقول هنا إن في الحالة دي إن الإجهاد القوة اللي هي موجودة عندي المساحة دي عبارة عن البي ناقص الدي مضروبة في السكنس بتاعي، أقدر من هنا أجيب المساحة. طيب إذا كنا بنتكلم على فيديو يوضح عملية التيرنج، والقوة دي هي الاندفاع بتاع القوة،
النوع التاني بنتكلم على قوة الشير، زي ما حضراتكم شايفين ادي القوة، وادي مسمار الريفت، وادي التو بليد اللي واصل ما بينهم الريفت وهيأثر عليه بإجهاد. منه سنجل شير ومنه دبل شير. سنجل شير اذا كانوا ايه؟ في حالة ما يسمى باللاب جوينت، اما الدبل بيكون في حالة البات جوينت عشان عندي ستريب لوح اضافي بيتم وضعه على الوصله، وبالتالي اقدر من هنا اقول ان تي اللي هو الشير بيساوي البي على الاي، والاي هنا عباره عن باي على 4 دي سكوير اللي هو الدايمتر اللي هو الدايره او الشكل الدائري بتاع المسمار او قطر القطر بتاعي، يبقى عباره عن التاو بتساوي بي على اي، الاي عباره عن باي 4 دي سكوير. في دبل في حاله البات جوينت بيبقى في عندي مقطعين اتنين بيتأثروا، المقطع الاولاني ادي المقطع الاولاني وادي المقطع التاني، المقطع الاولاني والمقطع التاني اللي بيتأثروا بمين؟ بيتأثروا بالإجهاد، يبقى عندي تو اريا بيتأثروا بالإجهاد، وده اصلا التو بليت اللي انا محتاج اعمل عملية الوصل لهم، يبقى عندي مقطعين اتنين بيتأثروا بالإجهاد، عشان كده بنسميه ايه؟ دبل، دبل في حالة الشير. يبقى هنا ده اسمه بات جوينت، يبقى عندي هنا بات جوينت في حاله الايه؟ الدبل، دبل كفر. الفيلير ريفت بنقول هنا في حاله الشير كانت في سنجل شير عباره عن ان الاي بتساوي باي 4 دي سكوير، في حاله الدبل شير يبقى الاي بتساوي 2 عشان اجهادين باي على 4 دي سكوير تربيع، واقدر من هنا احسب البي، البي عباره عن باي على 4 دي سكوير في تاو شير وان، حيث ان ده النمبر اوف ريفت بير بيتش لينس، فيديو بيوضح التيرنج او الانهيار في الوصلات عن طريق برنامج الانسز. هنا الكراش ستريس اللي هو الزحف عباره عن ان الاي بتساوي الدي في تي، والبي اللي هي عباره عن ان الاجهاد زي ما احنا قلنا هيساوي البي على الاي، واحنا هنا عندنا ان الاي دي في تي، يبقى الدي في تي طبعا عندي هنا النمبر اوف ريفت، يبقى ان في الدي تي مضروبه في الاجهاد، بدل الشير او التيرنج بيبقى هي اجهاد مين؟ السيف اللي هو السيجما اللي احنا بنسميه ايه؟ بيرميسبل كراش ستريس. الافشنسي اوف ريفت جوينت بنقول ان الافشنسي بيساوي ليست اوف بي تي اللي هي البي تيرنج او البي شير او البي كراش على البيتش مضروبه في الثيكنس مضروبه في البرميسبل ستريس تنسايل ستريس للبلات ماتيريال البليت سوري للبليت ماتيريال. مثال بيقول لي لو انا عندي دبل ريفت لاب جوينت ميد بتوين 15 ملم ثيك بليت ذا ريفت دايمتر اند بيتش 25 ملم and 75 ملم respectively if the ultimate stress 400 ميجا باسكال والتنشن 320 ميجا باسكال والشيف 640 ميجا باسكال in crush find the minimum force per pitch which will. طيب اول حاجة عندي عشان احل مثال زي ده محتاج اول حاجة اجيب قيمة المساحة، المساحة هي عبارة عن ايه؟ عبارة في حالة الشير وفي حالة التيرنج ان انا بقول ان الاريا عبارة عن بي ناقص الدي مضروب في التي، البيتش ناقص الديامتر في التي. يبقى اول حاجة هقول هنا في الالتمت تيرنج ريزيستنت عبارة عن البي ناقص الدي مضروبة في التي في السيجما التمت تنسال سترينث، ده معلوم والتي معلومة والبيتش والدي معلومين جبته. بعد كده هجيب الالتمت شير ريزيستنت اللي هو عبارة عن باي على 4 دي سكوير مضروبة في تاو شير في ان عدد الريفت.
بعد كده هجيب الكراش ستريس، هقارن الناتج بتاع البي كراش ستريس بالالتيميت شير ريزيستنس بالتيرنج ريزيستنس، ومن هنا اقدر اقول ان المينيمم فورس كانت كام؟ كانت الرقم ده اللي هو مين؟ اللي هو التيرنج ريزيستنس. مثال اخر بقول لو انا عندي دبل ريفت في اللاب جوينت بتوين 15 وعندي السيف نفس المثال اللي فات، مطلوب مني اجيب برضو المينيمم ستريس نفس ما اللي قررناه المرة اللي فاتت هنكرره عشان اوصل لمين؟ لاقل قيمة للاجهاد. وبالتالي الرقم ده هو الاقل، ده ايه؟ اقل. عشان اجيب الاكشوال ستريس هاخد اقل اجهاد انا جبته واقسم على السيفتي، اطلع قيمه لللود، اخد قيمه اللود واعوض فيها في الاكشوال تيرنج ريزيستنس، وعوض فيها في الاكشوال شيرنج تيرنج وشيرنج ريزيستنت، وكمان في الكراش ستريس. انا كنت بقول ان التيرنج هو عباره عن البي اللي انا جبتها اهي تساوي البي ناقص الدي في تي معلومين، والمجهول عندي مين؟ قيمه الاسترس اقدر اجيبه، وكمان الاكشوال شير ريزيستنس عشان اجيب مين؟ عشان اجيب التاو ده المجهول، ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ للكراش استرس اهو. وبالتالي خدنا نبذه بسيطه جدا عن طريقه حساب وصلات او الاجهادات المؤثره على وصلات الريفت جوينت. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم ان شاء الله المحاضره القادمه.